نحكي عن أورام المثانة. هي الخلايا للأسف تكون سرطانية وبتصيب بطانة المثانة، وهي منتشرة بشكل كتير شائع، وحسب دراسات عالمية هي ثاني أشيع خلينا نقول نوع من أنواع السرطانات، وعم تكون سبب قوي جدا للوفيات. ومثل ما تعودنا دائما مرض السرطان نحن بنقول عنه المرض الصامت، وأيضا اليوم أورام المثانة تعد من الأمراض الصامتة، يعني اليوم المريض اللي بينصاب بهذا الورم ما عنده أي مؤشرات ممكن تخليه يروح لعند الدكتور يراجع أنه عم يعاني منه، إلا في حالة خطرة أنه بلشت الأعراض تظهر بشكل كتير واضح، ولكن بيكون هو قاطع يمكن سنوات بهذا الورم. أكيد يا رشا، أول شيء بدنا نقوله الله يبعد هذا المرض عن كل المشاهدين وكل الناس. وتعودنا دائما مشاهدينا ضمن فقرتنا الطبية نعطي نصائح عن المواضيع اللي بنحكي فيها. رح نحكي عن سرطان المثانة، هو من السرطانات الأكثر شيوعا نسمع عند الرجال بأي عمر معين، وغالبا بيكون عند كبار السن. شو هي أنواع هذا السرطان وشو هي الأعراض والأسباب وطرق العلاج؟ تفاصيل طبية رح يخبرنا عن ضيفنا اللي صار معنا ضمن الاستوديو الدكتور معتصم بالله موسى، اختصاصي أمراض بولية وتناسلية. صباح الخير. صباح جميع المشاهدين. صباح الخير حكيم، واهلا وسهلا بحضرتك. يعني اليوم عم نحكي عن حاله شائعه، وحضرتك كنا عم نقول انه هي عالميا لنسب كثير كبيره. بدايه مثل العاده خلينا نروح للتعريف الطبي والعلمي لهي الاورام. هلا بشكل عام هي كلمه ورم هي تطور غير طبيعي لخلايا جسم. نحن بالجسم في خلايا بالجلد، في خلايا بالمعده، في خلايا بالمثانه، فبس يصير في تطور غير طبيعي، تطور غير نموذجي بشكل ورم. ورم المثانة بيصيب مخاطية المثانة، وللأسف المثانة هي خزان بول. فالتجميع المواد التي يطرحها الجسم في المثانة يكون هي لها نصيب الأكبر بسبب السرطان. سرطان المثانة مثل ما حكينا هو ثاني أشيع سبب بيصيب السرطان الجهاز البولي، تمام، بعد سرطان البروستات، وهو خامس سبب للوفاة في علم السرطانات. يصيب جميع الأعمار، والذروة هو الأعمار المتقدمة بين 60 وبين 70 سنة، تمام، ويكون مثل ما حكينا صامت، أي يأتي بدون أعراض. العرض المبكر اللي بيكتشف فيه هو البيلة الدموية، للأسف اللي أغلب المرضى بيطنش هذا العرض. يعني ما بيجي على شكل ألم، على شكل شكوى. بيكون له سنوات دكتور أو بيكون له سنوات ومتطور. تمام. يعني دكتور ذكرت خلال كلامك انه هو سرطان خطير وممكن يصيب اي فئه عمريه اليوم. طيب شو السبب اليوم اللي بيخلي الشخص يصير عنده سرطان المثانه او اورام المثانه؟ خبرنا اكثر. مثل ما حكينا سرطان المثانه هو ناجم عن تعرض للمواد الكيماويه اللي هي اشعه تعرض لاصبغه الانيلين، هاي اللي بتحضر اللي بنشتغل فيها بمواد صناعه المطاط، بصناعه الدهانات، تعرض للفحم الحجري. يعني هي مواد كيماويه بيتعرض لها الانسان بتؤدي لسرطان المثانة. أما السبب الأشيع اللي منتشر في مجتمعنا هو التدخين. التدخين أثبت أنه هو السبب الأساسي لحصول سرطان المثانة. في عنا أسباب أخرى كتعاطي المسكنات بشكل غير مضبوط. أحيانا في مسكنات المرضى بياخذوا مسكنات بشكل غير طبيعي بيؤدي لسرطان المثانة. الالتهابات المزمنة، التهابات المزمنة في المثانة غير معالجة بشكل صحيح تؤدي لسرطان المثانة. فهاي هي الأسباب الرئيسية لسرطانات المثانة. طيب دكتور ذكرت خلينا نقول عرض من أعراض هي الأورام، وقلت إنه بيكون في دم بالتبول، ونحن كالعادة دائما بنروح لأي حالة حالة إسعافية، يعني لأي مرض كان، يعني بنتأخر، ودائما نحن بننوه إنه دائما الوقاية والكشف المبكر هو عم يعني يكون الأساس الأول بالشفاء. خلينا نذكر أيضا أعراض لهذا الورم. مثل ما حكينا هي البيلة الدموية أو الدم في البول هو العرض الأساسي لسرطان المثانة، لكن ما يميزه هذا العرض إنه غير مؤلم. تمييزا عن التهابات المثانه، عن حصيات الجهاز البولي، بيكون في الم اثناء القولنج وبيكون في بيله دمويه. اما في سرطان المثانه غير مؤلم نهائيا، تكون على شكل خثرات. طبعا ممكن في احيان قليله جدا ان يكون في عسر التبويل، صعوبه التبويل، تنقيط بالتبويل، بيكون هي احد الاعراض. اما العرض الرئيسي هو البيله الدمويه غير مؤلمه. الكشف فتح. نحن طبعا اي مريض بيجي بهيك حاله فورا لازم مثل ما بيحكي نحن ندق ناقوس الخطر. بيلة دمويه عند رجال مسنين او عند اعمار مسنه،
نبلش بالطلب تحليل بول، اجراء ايكو، هي يعني اجراءات بسيطه وبتقطع شوط في العلاج وشوط في التشخيص. تمام، ذكرت نقطة التشخيص، خلينا نحكي عن آلية التشخيص اليوم. أنتم كأطباء كيف بتشخصوا هذا المرض أو أورام المثاني؟ خبرنا. تمام، مثل ما حكينا، مجرد إجا مريض في شكوى بيلة دموية، التشخيص الأول هو فحص بول، هو إجراء بسيط جدا. يليه إجراء الإيكو. الإيكو تمام يكشف لنا تشكل كتلي ضمن المثاني. هذا التشكل الكتلي هو التشخيص لورم المثاني، لكن غير تشخيص، يعني ما هو تشخيص هو قطعي. التشخيص القطعي هو تنظير المثاني عن طريق منظار يدخل عبر الإحليل، بيبين لنا الورم المثاني. هو تنظير، هو تشخيصي وبنفس الوقت علاجي. يعني نحن مجرد شفنا هذا الورم، في عنا جهاز مخثر كهربائي بنستأصل الورم عن طريقه. تمام، في حالات متقدمة إذا شفنا الورم بالإيكو كبير جدا، نعمل طبقي محوري مع حقن مادي ظليلي منشان نشوف إذا الورم منتشر. طيب اليوم بروتوكول العلاج وانتشار هذا المرض، يعني هل اليوم ممكن يأثر على باقي أعضاء الجسم؟ ممكن ينتشر من المثاني ليروح لأعضاء أخرى داخل الجسم؟ مثل ما حكينا، الورم المثاني هو ورم خبيث، ما بيستقر فقط في المثاني، بتجاوز عضلة المثاني وبتجاوز مصلية المثاني وبيطلع لبرا الجسم باتجاه الكبد، باتجاه الرئتين، باتجاه العظام. فهو ورم خبيث بكل معنى الكلمة. هون صعب السيطرة عليه، بس تم الانتشار، بس يعني انتشر بعد ما طلع من المثاني. هون بكون الأمل كتير كتير ضعيف في العلاج، رغم أنه ورم المثاني في المرحلة المبكرة ورم شافي. يعني هو السرطانات الشافي تماما. كيف علاجه دكتور؟ هلا مجرد ما نحن اكتشفنا الورم واجرينا التجريف عن طريق المخثر الكهربائي، هاي الانسجه بنبعثها للتشريح المرضي، بيحللونا الانسجه تبعا لنوع الانسجه اللي بيطلع المشرح المرضي، بيعطينا شو نوع الورم ودرجه الورم ومرحله الورم. في حال كان درجته خفيفه فنحن الحمد لله بامر طبيعي وجيد نتابع العلاج عن طريق تنظير مراقبه للمثاني. في حال درجة متقدمة بيكون بعده ما تجاوز عضلية المثاني، في مادة كيماوية بنحقنها ضمن المثاني. نعم، بتقضي كمان على الورم، تمنع من النكس وإعادة الورم. في حال لا سمح الله كان واصل لعضلية المثاني، هون استئصال المثاني بشكل كامل. هلا ممكن حدا يعني يخطر بباله انه استأصلنا المثاني، كيف بده يبول المريض؟ اكيد في اليوم تمام. طبيا في عندنا نحن بنستأصل المثاني ونعمل مثاني جديدة عن طريق الإمعاء الدقيقة وبنحولها الخاصرة بجوز دكتور. تمام، إذا يعني كان الورم منتشر باتجاه الإحليل فالبول راح يكون على الخاصرة، وإذا كان غير منتشر يكون بيرجع لمكانه الطبيعي. تمام دكتور معتصم، يعني ذكرت أنه الأعراض ممكن تكون صامتة اليوم لأورام المثاني، والأسباب ربما تكون غير معروفة للشخص المصاب بسرطان أو أورام المثاني. في حال الشخص فعلا هو ما انتبه لهي الأعراض أو هي الأسباب ومعرف أنه عنده سرطان المثاني، شو هي المضاعفات أو الأثار الجانبية السلبية اللي ممكن تصيب المريض بهي الحالة؟ تمام، في حال إهمال الأعراض وإهمال المرض بشكل عام، البيلة الدموية بشكل متكرر راح تكون، راح تؤدي إلى فقر دم. انتشار الورم باتجاه الحالبين راح يسبب قصور كلوي، لأنه راح يسد الحالبين. انتشار الورم لخارج الجسم راح يعمل مضاعفات عبارة عن قصور أجهزة متعدد. هاي كلها بتؤدي إلى ضعف المريض ووصوله لمرحلة لا سمح الله هي الموت، وسوء التصرف من المريض بيؤدي إلى ضعف الطبيب بإحداث العلاج. وهذا الشيء دائما نحن بنشهده حكيم، يعني مثل ما قلنا بعدة حالات، عدم الوقاية، عدم الكشف المبكر. اليوم هون دوركم لحتى تعملوا ورشات توعية، تعملوا اليوم الفيسبوك، يعني هو منصة إعلامية كاملة قادرين من خلالها أنكم تطلعوا أونلاين وتحكوا اليوم عن المضاعفات وعن هذا المرض. هل اليوم عندكم ورشات تشتغلوا عليها بهاي النقطة؟ يعني تماما، هلا في أوروبا في شيء اسمه مسح استقصائي. نعم، يعني أي مريض فوق 50 سنة ممكن نجري له تحليل معين لكشف سرطان البروستات اللي هو البي اس اي. مريض المثاني نحن يعني هاي من المنبر هذا نقول أي مريض فوق 50 سنة يفضل إجراء إيكو للجهاز البولي، في حال كشف مبكرا نحن بنضمن له إن شاء الله العلاج الشافي للمرض. فمثل ما حكيت، هي المنصات الاجتماعية ضرورية جدا للتوعية.
الوعي كثير قليل نحن بموضوع الاورام وفي خوف منا. كلمه ورم هي عباره عن خوف بالنسبه لنا. نحن عدم نحن ذكرنا للمرض بنقول هذاك المرض هذاك المرض كمان. يعني هذا الهروب لحاله مشكله ونحن حافظينه نحن من دون يعني من دون ما نوعى شيء. ليش نحن عم نقولها يعني اليوم مجرد انك انت تعترف فيه وتتحدى فانت اليوم دائما بيقولوا الحاله النفسيه هي اول علاجات الشخص. اكيد اكيد وما ورب العالمين وقت خلق المرض خلق له له علاج. فنحن وقت نضعف للمريض نضعف للمرض نحن عم نلقي انفسنا في التهلكه يعني. فالمرض بمراحل المبكره بيتعالج وبيشفى شفاء تمام مثل الاورام الثدي مثل الاورام كثير بتشفى شفاء تام. فهو المسح المبكر والتوعيه بهذا المرض وتبيان شو هي اعراضه راح يكون ان شاء الله شافي ودليل للمريض في حال حدوثه. طيب اذا بدنا نرجع للعلاج هل هو اليوم بيناسب كل يعني الاشخاص كل الحالات ان كان لكبار السن او الصغار ام لا بيفرق اليوم العلاج يعني حسب درجه الورم حسب حاله الشخص وامتى احنا فعلا ممكن نلجا لاستئصال الورم شو هي الحاله الشديده اللي بتستدعينا انه احنا نلجا لها؟ تمام نحن ذكرنا انه وقت من الورم بنشخصه عن طريق التشريح المرضي او تحليل الانسجه بيبين لنا درجه الورم ومرحله الورم. مرحله الورم شو هي؟ يعني الورم منتقل من مخاطيه المثانه لعضريه المثانه لخارج المثانه. ودرجه الورم انه ورم سيء تمايز هذا المشرح المرضي بيكتب لنا اياه او جيد التمايز. كل هذا له دور باتباع العلاج المناسب. طبعا في حال مرحله متقدمه فنحن مع استئصال المثانه اكيد. في حال مرحلة مبكرة نحن مع تجريف عن طريق المخسر الكهربائي يعني إجراء غير راد عن طريق تنظير المثانة ومتابعة بعلاج كيماوي ضمن المثانة وليس مثل ما بنقول كمان بنخاف من موضوع علاج كيماوي بده ياخذ جرعات. نحن ما في جرعات عن طريق الوريد أو جرعات بهر الشعر لا هو عن طريق المثانة. فهذا المرحلة هي مرحلة شافية بإذن الله. متقدمة هي المرحلة اللي بدها استئصال مثانة وتجريف عقد لمفاوية داخل الجسم ومتابعة بالجرعات الكيماويه والشعاعيه. طيب حكيم يعني وقت اللي بتكون الحاله لا تستدعي استئصال المثانه وبيتم السيطره على هذا الورم من خلال العلاج اللي ذكرته حضرتك، هل في احتمال انه يرجع مره ثانيه يتكون خلايا جديده؟ هل اليوم الدكتور مطالب بمراقبه دوريه للمريض؟ سؤال كثير ممتاز وجيد، يعني المتابعه لمرضى الورم المثاني هو اهم شيء. لانه نقص الورم بشكل غير طبيعي موجود جدا نقص الورم. ونحن مع يعني عازين الموضوع للتدخين واغلب المرضى وانا كتجربه شخصيه 90% من اللي شخص لهم الورم بدخنه. وقف تدخين يا عم ما فيني وقف التدخين نموت وما وقف تدخين يعني هاي موجود ميت بقول لك انا موجود عند جميع المرضى. فالمراقبه الحثيثه هي امر رهان. كيف المراقبه؟ نحن نظرنا اول مره وجرفنا وعالجنا بعد 3 شهور لازم نعمل تنظير اخر. في حال كان سلبي يعني المثانه نظيفه بنعيده بعد 9 شهور. في حال كان امورنا تمام كل سنه لمده 5 سنين واذا كان في تشكل لخلايا جديده نرجع بنجرف وبنعيد العلاج نفسه. بعد 5 سنين ما في ورم شو فيها بشكل تام. وفي حالات كثير صارت هون في مفهوم جدا خاطئ وقت بيرجع وجود خليه ولو الصغيره يعني بالشائع انه الدكتور ما نظف صح او الدكتور ما جرف هاي الخلايا صح ونحن عم نحكي عن خلايا تنمو وتتكاثر ضمن الغشاء المخاطي للمثاني كمان هي بحاجه لوعي للمريض. نعم هلا دور الطبيب جدا مهم. التجريف لازم يكون بشكل تام مو بس الورم ما تحت الورم يعني الطبقة السليمة لازم تنشال كمان. فدور الطبيب مهم في تجريف الصح ودور المريض في الوقاية وابتعاد عن التدخين كمان صح. تمام دكتور يعني كمان حكيت حضرتك انه هذا المرض ما في وعي اليوم الناس عندها فيه بموضوع سرطان المثانه، شو في نقاط هيك بالختام خبرنا حابب تضوي عليها اكثر وتوعي الناس اكثر بموضوع اورام المثانه؟ هلا بالنسبه لاورام المثانه بس نعرف نحن شو السبب فراح يكون الوقايه هي بالابتعاد عن السبب. انا بنصح الجميع يعني بايقاف التدخين رغم انه هالنصيحه راح تكون في هجوم بالي على ثقيله شوي عند الصباح دكتور مو بس كسرطان مثانه بتعرف سرطان الرئه بتعرف شو بيسبب بالجلد بالوش بكل انحاء الجسم. فايقاف التدخين هو مهم جدا ما نعطي الموضوع كثير نعطي الموضوع كثير اهميه عفوا بموضوع البيله الدمويه فورا نراجع طبيب ما ناخر حالنا ابدا نتابع مع الطبيب مثل ما بيحكي لانه في ناس هو العلاج طويل فلازم يكون نفس المريض طويل مع الطبيب.
وان شاء الله انا بتمنى من الجميع الشفاء التام. آمين. وجميع المرضى يكون متابعتهم مع الطبيب جيدة، لأنه الطبيب دائما بحب مريضه يشفى، لأنه هذا سمعة له طيبة رح تكون. صحيح، وهي مهنة إنسانية إن يعني حضرتك عم تحملها مثل باقي الأطباء. تمام. عفوا، بس بدي كمان ننبه على موضوع، نحن بننبه على موضوع شرب الماء بشكل كثير. أي مريض بيجي على الطبيب بولية شرب الماء. شرب الماء يوقي من سرطان المثانه، بهيك دراسات بينا، واكل الخضروات الخضراء كمان يوقي من سرطان المثانه. يعني اليوم اجراءات بسيطه يا هايدي قادرين كل الناس فيها. اكيد تشربي مي هايدي. اكيد. شكرا لك دكتور معتصم باللهموس، شكرا لكل النصائح اللي قدمتها، كنت معنا اختصاصي بالامراض البوليه والتناسليه. اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، شكرا لهالاستضافه، وان شاء الله يعم الخير والسلام والشفاء على الجميع. امين يا رب. امين. شكرا حكيم لحضورك اليوم.